صباح الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. وكل يوم بيتجدد معاكم اللقاء على مدى ساعتين في هذا الصباح على شاشه النيل الاخبار. والنهارده عندنا موضوعات مختلفه ومنوعه، عندنا مبادره جديده بتطلقها حياه كريمه اسمها راجعين نتعلم لتوفير المستلزمات المدرسيه للاسر الاكثر احتياجا في كل محافظات مصر. هنتعرف على تفاصيل هذه المبادره وكيفيه تنفيذها، وايضا هنتكلم عن فكرة بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال اليوم. هنتكلم كمان على هذه الفكرة وإيه المميزات اللي بتحققها، وأيضا ضمان وكيفية الالتزام بتنفيذها من قبل المحال التجارية. دي أهم الموضوعات اللي هنطرحها في النقاش مع ضيوفنا في الاستوديو، لكن أكيد عندنا جولة معتادة بنبتدي بيها يومنا مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح مباشرة بعد الفاصل. خليكم معنا. بكم مرة تانية ونبتدي معاكم جولتنا في أهم الأخبار، ونبتدي بتأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب أفريقيا وحرص قيادتي البلدين على الدفع بهذه العلاقات قدما نحو أفاق أرحب، مشيرا إلى أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن قضايا ومصالح القارة الإفريقية والعمل على تحقيق تطلعات شعوبها. جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع كل من السيدة نوسي فوي مابيسا رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا، والسيد آموس ماسوندو رئيس المجلس الوطني للمقاطعات في جنوب إفريقيا على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في أعمال النسخة 9 من المنتدى البرلماني لدول البريكس المنعقدة في جوهانسبرغ. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أهمية الشراكة الدولية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية في مختلف المجالات. جاء ذلك في ورشة عمل موسعة عقدتها الوزيرة مع مكتب البنك الدولي في مصر. من جهته عرض فريق العمل عمل البنك الدولي تطور المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مصر، والتي تضم 14 مشروع بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. أكدت وزارة الزراعة أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أن الدولة نجحت في توفير السلع للمواطنين رغم المتغيرات التي يشهدها السوق العالمي، مشددة على أن الاكتفاء الذاتي يعد قضية أمن قومي وتوفير الغذاء أمر تسعى أغلب الدول إليه.
بحث وزير الإسكان عاصم الجزار مع رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة، والتي تضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية. وأكد الجزار أن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين على قائمة أولويات المشروعات التي تتم متابعتها بصفة منتظمة. وأشار وزير الإسكان أن تلك المبادرة توفر وحدات سكنية لمختلف الشرائح في مجتمعات سكنية حضارية مخططة، كما أنها تسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل وإحداث إنعاش اقتصادي. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد التي تستمر لمدة شهر، حيث قامت وزارة الداخلية بتوفير عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا ببعض المحافظات. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية، والذي يهدف في أحد محاوره لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع عبوات غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات. بحبك يا ريس، وشكرا على الهدية الجميلة دي. شكرا على الهدية الحلوة دي. بنحبك يا ريس ودايما فاكرنا على طول. بنشكر الريس وبنشكر الداخلية وبنشكرهم على الهدية الحلوة دي. بنشكر سيادة الريس اللي هو بيفتكرنا كل سنة بالشنط وبيفتكرنا بالخير. شايل لها 100,000 جنيه على حبها من يوم ما اتولدوا، جيل بيسلم رايا الجيل. كل سنه وانتم طيبين. طيبه حبيبتي. بنشكر سياده الريس اللي هو دايما كل سنه فاكرنا، وكل سنه انتوا بتجونا وفاكريننا، ربنا يبارك لكم يا رب. وعشان شبر في ارضه يموت واللي في عز المحنه اتحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. رجاله ولاد رجاله، ايد تحمي وايد شغاله، مصر وسط النار بيفوق. الشعب اللي في وقت الشده دايما عارف سكته فين، واللي باذن الله بيتحدى ناس بنجاحه كتير كارهين. طول عمر الشعب ده ايد واحده. احنا ما كناش متوقعين ان انت هتجينا وتفتكرنا والله، وربنا يعينك ويقويك يا ريس. انا بشكر سياده الريس على دعمه لينا وعلى فرحه اولادي بالشنط والكراريس والجلام اللي هم عاطينها لنا. بجد احنا مش عارفين بجد نقوله ايه، والله العظيم انا مش لاقيه كلام اقوله بجد. شكرا شكرا يا ريس. بالضحك اللي على جبينه ربنا جنبه بيعينه، هو ده يبقى الشعب المصري. فرحانة بوجودكم معانا ومقابلتكم بينا المقابلة الحلوة وجبرتكم معانا. تنجبر ومبارك فيكم يا رب. احنا مبسوطين بيكم خالص خالص، واحنا بنشكركم وبنشكر الريس وربنا يخليكم. شعب اصل معدن وتاريخ، طبعا هم المصريين. شعب مقدر قيمة بلده وشايل لها. المبادرة شهدت توجه مأموريات من قطاع المشروعات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن إلى المناطق الأكثر احتياجا لتوزيع السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية على قاطني تلك المناطق الذين أشادوا بهذه المبادرة، وبدور وزارة الداخلية الذي لا يتوقف عن دعمهم. اللي في وقت الشدة دايما عارف سكته فين، واللي
يا ريس على اللي بتعمله معانا ووقفتك الجميلة مع البلد. أشكر رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ووفر لنا الشنط والكراتين. المبادرة تأتي بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وكإحدى المشاركات الاجتماعية الفاعلة من وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية بهذه المناسبة، ورغبة منها في تلبية جزء من احتياجاتهم. دي وسيله من سياده الرئيس، بقول لك كل سنه وانت طيب. المحنه اتحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخلي الرئيس الجمهوريه يا رب ويخليكم. رجاله ولاد رجاله، ايد تحمي وايد شغاله، مصر وولاد. كل سنه وانت طيب. انت طيب الله يخليك. محتاجين اي حاجه؟ الله يخليكم، عايزينك طيب الله يخليك. كل سنه وانت طيب الله يخليك. مبادرة كلنا واحد طبعا مبادرة جميلة، وأنا بشكر الرئيس على هذه المبادرة لأنها فعلا بتغطي حاجات لناس فعلا محتاجينها وبتوصل للناس فعلا اللي محتاجينها. بنشكر سيادة الرئيس أن فرح أطفالنا وشفنا يعني حاجات حلوة النهاردة. الرئيس دايما محافظ على فرحة الأطفال وربنا يبارك فيه، طبعا مدخل الأطفال المدرسة بحاجات جديدة وشنط جديدة وربنا يحفظه ويبارك لنا فيه. أنا مبسوط قوي عشان الرئيس السيسي فاكرنا كل سنة وبيقدم لنا شنط وحاجات يعني حلوة نفرح بيها. أنا مبسوط النهاردة الضباط اللي هم جابوا شنطة كبيرة أخش بيها المدرسة. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية تأتي مثل هذه المبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الوزارة تزامنا مع المناسبات المختلفة لدعم المواطنين بخاصة الفئات الأولى بالرعاية منهم لتخفيف الأعباء عنهم. بنشكر سيادة الرئيس أن افتكرنا بدخلة المدارس وبعتنا لنا الشنط واهتموا بأطفالنا. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. ألف شكر يا رئيس، ما تفهمش منا. والله يا حضرة الرئيس أشكرك 100,000,000,000 شكر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج أشرف أحمد زكي الشهير بأحمد فولة بطل مصر والعالم في كمال الأجسام والذي يعاني من فشل كلوي، وأكد الرئيس السيسي على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصري وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له. أعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيدا لإجراء جراحة زراعة الكلى. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي نظرا لتوافر التخصصات الطبية لحالته. ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب الشكر للسيد رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة للمناشدة التي تقدم بها. الحمد لله قرار الرئيس جه في الوقت المناسب وجينا يعني على المستشفى هنا لقينا الاهتمام جامد جدا ولقينا رعاية كويسة، ومن أول ما جينا يعني بصراحة استقبلونا تحت
وخدوا عملوا كل الإشاعات تحاليل، دخلونا الأوضة بيهتموا بكل التفاصيل، خدوا كل البيانات الخاصة بيه، وما شاء الله يعني كل حاجة كويسة. طبعا بنشهر فخامة الرئيس على اهتمامه بالكابتن وبالرياضة وبحالة الكابتن أشرف، وبنشكره جدا جدا وبنشكر كل اللي تعبوا معنا. كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة. صحيت من النوم النهاردة مكالمة، يلا النهاردة هتبقوا في المستشفى، لأن مفيش انتظار لحالة أشرف. حالة أشرف الرئيس نفسه اللي وجه بعلاجها، وهتتوجهوا النهاردة على مستشفى المواد العسكري اللي بالمناسبة استقبلتنا أفضل استقبال. يعني أنا مش مصدق أصلا الوضع بصراحة، من أول ما دخلنا لحد ما بدأ دلوقتي وابتدى يبقى في متابعة لحالته بشكل كبير من الأول. القوات المسلحة اللي عايز أوجه لها الشكر، وطبعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فور ما علمه بالموضوع طبعا توجه لمساعدة كابتن أشرف. سيادة الرئيس تصرفاته الإنسانية دي تخلينا معلش يعني نديله كل احترام وتقدير، وربنا يعينه على اللي هو فيه. وانا بشكره كابن من ابنائه، وبقول له ربنا يقويك يا سعادة الرئيس على اللي انت فيه ويدي لك القوة في كل الاتجاهات. والله والله وانا من بتكلم من قلبي ان انا مبسوط جدا باهتمام حضرتك بيا. يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عاليا خفاقا في مختلف المحافل الرياضية. شهد ممشى أهل مصر احتفالية فنية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وسط حضور جماهيري كبير، حيث تأتي هذه الذكرى من كل عام لتساهم في نشر الوعي الثقافي والديني بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأكيد على قيم الإحسان والتسامح. نشوف تقرير. رغم أن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تتنوع في مختلف دول العالم، إلا أن الهدف المشترك هو التعبير عن حب النبي صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته من خلال الأنشطة الروحية والاجتماعية التي تعزز قيم التسامح. ولذا شهد ممشى أهل مصر بالقاهرة احتفالية احتفاء بهذه الذكرى المهمة. المكان هنا الترافيك فيه عالي من جميع الجنسيات، من مصر وبره مصر، من الوطن العربي، واحنا حابين ان احنا نتواجد وسط الناس جدا الفتره دي. احنا هنقول النهارده كامرون سيدنا النبي وكام ناشده ولاجل النبي، وهنقول كمان ما شربتش من نيلها وحبيبتي يا مصر. ممشى اهل مصر مكان سياحي مهم جدا، بيتجمع فيه جميع اطياف الدول العربيه بيبقوا موجودين فيه. ما شاء الله الحضور جميل جدا والانتشار جميل جدا. ممشى أهل مصر معروف ان هو مكان حيوي جدا ومكان بيرحب بفئة المجتمع كله، فهو مكان حلو قوي للانتشار، وفي نفس الوقت كمان الجمهور بيكون بره الجمهور المعتاد اللي احنا متعودين عليه في المسارح. يعني القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي يا ما شفت جمال يا عين. تفاعل المواطنون مع الأناشيد الدينية والأجواء التي غلب عليها الطابع الروحاني المنشدين بمستوى التنظيم وممشى أهل مصر. النيل جميل جدا ما شاء الله، والقوارب اللي في النيل وكله كله جميل الصراحة. المكان جميل جدا جدا وتقريبا متوفر فيه كل حاجة. يعني مصر هي فعلا أم الدنيا وأم الاحتفالات والمناسبات الدينية، تعرف تحتوي كل الجاليات العربية والأجنبية، وتعرف برضو تدي لكل مناسبة حقها زي مناسبة عيد المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. أنا بحب الطرب يعني الأصيل والأغاني الأناشيد الدينية كل الطرب القديم يعني، والممشى ليها جو خاص بقى، يعني دي تاني حفلة يعملوها هنا، فبصراحة الجو بتاعها رائع يعني. طبعا الممشى ديت من الحاجات الجميلة أوي اللي اتعملت الفترة ديت، وزي ما حضرتك شايف بقى حفلات فعاليات فيها حاجات مميزة كتير أوي عن بره. يعني ممكن احنا ندفع تيكت 20 جنيه بس مقابل النظافة، مقابل جو جميل، مقابل ان احنا نفضل محافظين على المكان ده المدى البعيد. وتأخذ الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف طابعا مميزا في مصر،
حيث تم تنظيم الاحتفالات الرسمية والشعبية والثقافية والفنية التي تعكس التراث الإسلامي. ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف إنها دعوة للتفكير والتأمل في سيرته ونشر قيم الرحمة والتسامح والعدل بين صفوف الأمة. أسمى حسن، النيل. نروح لحالة الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلينا نشوف تفاصيل أكتر مع دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتورة منار. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا بيكي، اكيد ممكن يبقى عندك تفاصيل اكتر تقوليها لنا، ولو في تحذيرات معينه لتغيرات متوقعه في الطقس الفتره الجايه. احنا طبعا اليوم مستمرين في ارتفاع درجات الحراره، لكن قيم درجات الحراره هتكون اقل من امس او اول امس، لان احنا الايام الماضيه امس واول امس كان ذروه ارتفاع درجات حراره وعظمى على القاهره الكبرى وصلت 37 و38 درجه مئويه. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية، فهتنخفض، لكن هيظل معانا إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، لأن قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي النهاردة تحديدا 3-4 درجات، فبالتالي الأجواء هتظل أجواء حارة خلال فترة النهار على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي كمان الاجواء هتكون اجواء شديده الحراره على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخلنا في فترات الليل هيحصل انخفاض في درجات الحراره، هنحس بيه اكثر ساعات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر اجواء لطيفه تماما في معظم محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان الشبوره المائيه ما زالت هي الظاهره الجويه المؤثره معانا، شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه لانها بتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق، لكن هي ايضا بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا من الساعه 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تدريجيا في التلاشي، الرؤيه الافقيه بتبدا تتحسن على اغلب الطرق، بالاضافه كمان اليوم متوقع ان يكون معانا بدايه لسقوط الامطار وفرص الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من اقصى السواحل الشماليه الغربيه زي مطروح والسلوم، لكن ايضا هي امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. نعم. اعتبارا من غدا الحد ان شاء الله هيبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5-6 كيلو من سطح الارض. المنخفض الجوي ده هيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه، فهتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هيكون في انخفاض في درجات الحراره في اغلب محافظات الجمهوريه وخاصه المحافظات الشماليه بمعدل 4-5 درجات. غدا متوقع ان شاء الله عظمى على القاهره الكبرى هتكون 31 درجه مئويه خلال فتره النهار، وانخفاض درجات الحراره ده هيبدا يشمل كافه المحافظات خلال باقي ايام الاسبوع، وهيستمر معانا عظمى على القاهره الكبرى ما بين 30-31 درجه مئويه على مدار باقي ايام الاسبوع ان شاء الله. هيكون كمان معانا فرص للامطار في بعض محافظات الجمهوريه بشكل متفرق، لكن كلها فرص امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه او اعمال الدراسه. الحمد لله هنبدا نحس بالاجواء الخريفيه المستقره خلال الايام المقبله ان شاء الله، بس مهم جدا ناخد بالنا احنا فتره الصباح الباكر بنخرج لاشغالنا، فلازم ناخد بالنا تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر اثناء تكون الشبوره المائيه، فترات الظهيره بقدر الامكان نتجنب فيها اشعه الشمس، بالاضافه كمان ان احنا فتره الخريف فتره التقلبات الجويه الحاده والسريعه، فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، نعرف ايه الظواهر الجويه ودرجات الحراره ونبدا نأقلم نفسنا معاها قبل الخروج من البيت. هنبدا كمان خلال الايام المقبله نلاحظ انخفاض درجات الحراره فترات الليل، يمكن كمان على مدار الاسبوع ده الصغرى فتره الليل هتوصل ل 21 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فهنبدا نحس ببعض البروده خاصه في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، فتدريجيا نبدا ناخد بالنا من فرق درجات الحراره بين النهار والليل ونوعيه الملابس. نعم، انا بشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا ليكي. ومن حاله الطقس نروح لحاله شوارع القاهره، النهارده يوم عطله، يعني الشوارع اهدى وابسط من باقي ايام الاسبوع، لكن برضو نشوف تفاصيل اكتر ممكن تكون عند سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير سياده اللواء، عفوا.
صباح الخير، تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج ومشاهدي الكريم، وإن شاء الله يوم مشرق سعيد للمصريين. أهلا بيك. يعني خلينا نشوف ملامح اليوم من الناحية المرورية وحالة شوارع القاهرة هذا الصباح. في شك طبعا معلوم ان يوم السبت هو استكمال لاجازه نهايه الاسبوع، واللي ابتدت من يوم الخميس الماضي بمناسبه المولد النبوي الشريف بالنسبه لكافه المصالح الحكوميه والخدميه والقطاع العام، وده طبعا بينعكس على الشارع المصري من حيث احجام السيارات. الحمد لله حاليا هدوء تام على كافه المحاور والميادين والطرق الرئيسيه، في ظل طبعا انتشار خدمات مروريه مكثفه مدعمه بالاوناش والاليات والمساعدات الفنيه لملاحظه حركه سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل، حيث قامت الاداره العامه للمرور بتعزيز الخدمات المروريه على القوى السريعه الصحراويه والزراعيه في مجموعات الدرجات البخاريه وسيارات الرئاسه الفوريه وسيارات الدفع الرباعي لملاحظه حركه سير السيارات ذهابا وايابا، بمناسبه عوده الساده المواطنين من المحافظات الاخرى موطنهم الاصلي والمدن الساحليه عقب انتهاء اجازه نهايه الاسبوع يوم وبدء العمل الرسمي ذاكر باذن الله تعالى. ايضا في تنسيق تام ومستمر بين غرفه عمليات الاداره العامه للمرور وغرفه عمليات هيئه الارصاد الجويه لمتابعه التقلبات الجويه في الساعات الاولى من الصباح الباكر، حيث تشهد الطرق الزراعيه والطرق المطله على المسطحات المائيه وكورنيش النيل صبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر بكل تأسيس سد على القيادة الأمنة. لذلك بننصح دائما السادة تالي السيارات اتخاذ التعليمات الأمنية المرورية الخاصة بالصبورة المائية الكثيفة. من الجهة الأخرى بالنسبة للطرق الصحراوية ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالإضافة إلى سرعة الرياح، لذلك يجب التأكد من الصحة الفنية للسيارة وأن الكاوتشوك يعمل بحالة جيدة وأن ضغط الهواء فيه مناسبا لسخونة الأسفلت. احنا بنتكلم الان في الساعات الاولى وزي ما احنا ملاحظين على كم 27 هدوء تام على الحركه المروريه وان السيارات شبه فرازه، لكن بنتوقع خلال الساعات القليله القادمه ان هيكون في كثافات متحركه في الشارع المصري نظرا للبدء العام الدراسي اليوم بالنسبه لعام 2023 2024 بالنسبه للمدارس الحكوميه، لذلك استعدت ادارات المرور بتعزيز الخدمات المروريه حول مجمعات المدارس والجامعات والمعاهد التعليميه وكذلك كافه المنشات التعليميه، بالاضافه للحرم الامني حول تلك المنشات التعليميه لمنع انتظار الخطر والوقوف في الممنوع وارشاد قائدي السيارات الى ساحات الانتظار البديله. ايضا يعتبر ان اليوم اخر يوم في الكازيون الصيفي وتوجه الساده المواطنين لشراء احتياجاتهم، ايضا توجه الساده المواطنين الى اسواق ومعارض اهلا بالمدارس لشراء احتياجات بالنسبه للمدارس. كل هذا وذاك تم تعزيز الخدمات المروريه مكثفه لمنع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وارشاد قيد السيارات الى ساحات الانتظار البديله. ايضا كافه مناطق الاعمال التي نشهدها البلاد سواء اعمال مؤقته او اعمال مستديمه بيتم تعزيزها بخدمات مروريه مكثفه بالاضافه الى العلامات الارشاديه والعلامات التنظيميه لارشاد قائدي السيارات الى الطرق والمحاور البديله. يمكن ابرز ما لدينا اليوم في حدث رياضي بمناسبه مباراه كره القدم بين فريقي الزمالك والترا سولر الجيبوتي في الدور ال 32 من كاس الكونفدراليه في دور الاياب في استاد القاهره الدولي الساعه 7 مساء اليوم بحضور 30,000 مشجع كروي. لذلك استعدت الاداره العامه لمرور القاهره بالتنسيق مع مديريه امن القاهره جهه الاختصاص والجهات الامنيه الاخرى بوضع خطه امنيه مروريه شامله، وذلك لتامين المرور وكذلك بالنسبه للساده المشجعين وايضا بالنسبه لخطوط السير الخاصه بخط الحافلات الرياضيه دي الفريقين سواء بالنسبه للفريق المصري او الفريق الجيبوتي بالاضافه لطاقم التحكيم ذهابا وايابا من مقر الاقامه وحتى الوصول الى الاستاد في الاتجاهين، لذلك تم وضع خطه مروريه لتامين تلك الحافلات الرياضيه ذهابا وايابا. ايضا الحملات المروريه مستمره على كافه انواع المخالفات بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وضبط اقطاع حركه سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. احنا طبعا مع بدايه العام الدراسي اليوم كان هيكون الحركه بالنسبه للحركه الدراسيه هتكون خفيفه عن باكر باذن الله، هيكون البدء الرسمي بنشي دائما الساده قائدي السيارات عدم استخدام اله التنبيه حوالين المدارس لمنع ازعاج الطلاب. ايضا بالنسبه لاولياء الامور الالتزام بتعليمات رجال المرور بالنسبه عدم الوقوف في نهض الطريق بالنسبه لنزول الطلاب والالتزام بساحات الانتظار. ايضا بالنسبه للطلاب عدم التواجد في نهر الطريق حتى لا يسببوا اي نوع من الكثافات المروريه. ان شاء الله باذن الله هتكون رحله سعيده لكافه الطلاب، حيث تستقبل جمهوريه مصر العربيه اليوم
واعتبارا من بكر ايضا 23 مليون طالب وطالبه بعد كافه المعاهد والمدارس والجامعات والاساتذه والموظفين والعاملين بالمنشات التعليميه. فطبعا ده عدد كبير جدا، لذلك استعدت ادارات المرور لتعزيز الخدمات المروريه في كافه المنشات التعليميه. دائما وابدا في نهايه الفقره المروريه بنناشد الساده قائد السيارات للالتزام بقواعد واداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وان شاء الله رحله سعيده للمصريين وانطلاقا للمحافظه. شكرا لحضرتك سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري. جه معد فقرتنا اليومية ايروبكس اللي بتجدد النشاط والحيوية في بداية اليوم، من بعدها نستكمل جولتنا. صباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين، دايما بقول لكم صباحكم لياقه، والنهارده هنتكلم عن اللياقه البدنيه. السوشيال ميديا وكل مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم دلوقتي عن اللياقه البدنيه، بتتكلم بنشوف ناس اجسامها جميله، بنشوف ناس لياقتها عاليه. اللياقه البدنيه بقت ترند العالم كله دلوقتي. النهارده كل الناس بتروح الجيم، بتروح النادي علشان تعلي مستوى اللياقه البدنيه. عاوزين نعرف يعني ايه اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه يعني الفرد بيقدر يقوم بكل مهامه بدون تعب واجهاد. بتكون اللياقه البدنيه لها عناصر مختلفه بننميها. طبعا انا يعني مش عشان خاطر انا بقوي اللياقه البدنيه بتاعتي بروح الجيم، العضلات بتاعتي بتكبر، بقوي العضلات او بنمي القوه العضليه فانا خلاص كده لياقتي البدنيه عاليه. لا، ده عناصر كتيره جدا، منها القوه العضليه، منها التحمل، منها السرعه، منها المرونه، منها الرشاقه، منها سرعه رد الفعل. عناصر كتيره جدا للياقه البدنيه، مهم جدا ناخد قدر كافي من كل عنصر من العناصر عشان المستوى العام للياقه البدنيه للجسم يبقى عالي. وبالتالي انا دلوقتي لما بروح الجيم مهم جدا اهتم بعناصر كتير مختلفه جدا. دايما السيدات بتبتدي تسالنا، هو انا اروح اتمرن في الجيم ولا اتمرن ايروبكس؟ دايما اقول لهم الميكس ما بين الاثنين هو اللي هيساعدنا بشكل كبير جدا ان لياقتنا البدنيه تبقى عاليه. التمرينات القلبيه اللي بنعملها في الايروبكس بتساعدنا على حرق الدهون، بتساعدنا على اللياقه البدنيه تبقى عاليه، بتساعدنا ان قدره القلب والاوعيه الدمويه والرئتين كفاءتها بتعلى، اللي هو التحمل الدوري التنفسي الكارديو فاسكولار سيستم. ده هيساعدنا بشكل كبير جدا ان نفسنا يبقى احسن، بنأدي المهام بشكل افضل، مفيش نهجان. فبالتالي العناصر المختلفه هتساعدنا بشكل كبير ان منظومه اللياقه البدنيه تكتمل. طيب النهارده لما بنبتدي نتمرن وبتدي لياقتنا البدنيه تعلى ونقعد فترات طويله، عندنا ذاكره عضليه بنبتدي بشكل كبير لياقتنا بتبقى عاليه، وفجاه بيحصل توقف. احنا ناس كتيره جدا من اللي ممكن يحصل اي توقف لاي سبب ما، بعد فتره ببقى عايز انزل اكتسب اللياقه البدنيه بتاعتي بشكل سريع، وده طبعا مش صح. المفروض ان انا دلوقتي لما ابتدي اتوقف، حتى لو انا اثليت او رياضي وتوقفت فتره طويله جدا، تعال نرجع تاني لابحاث والدراسات بدات تقول ان الشخص لما ابتدي يوقف رياضه لياقته البدنيه بتبتدي تقل. بعد اسبوعين بتبتدي تقل على الاقل 10% الحاجات الخاصه بالتمرينات القلبيه والاوعيه الدمويه والقلب. طيب بعد 4 أسابيع أو 6 أسابيع تبدا القوه العضليه والحجم العضلي يبتدي يقل، وبالتالي في فتره زمنيه بيبتدي يحصل فيها تراجع. طب الشخص الرياضي اللي بقى له سنين بيتمرن هيحصل تراجع، ولكن هيبقى افضل من الناس العاديين، وهكذا. الناس العاديين طبعا لياقتهم البدنيه هتقل بشكل اكبر، وبالتالي هتاثر على قدرتهم على المشي، على الحركه، هتاثر على قدرتهم على تحريك المفاصل الجسم بشكل مختلف. لما نيجي نرجع بعد التوقف لفتره طويله، عارفين ان احنا بدانا تقل اللياقه البدنيه بشكل مختلف زي ما قلنا دلوقتي، وبالتالي هيحصل تدريج، ابدا ادرج مره ثانيه. النهارده لو بشيل اوزان، طبيعي الاوزان اللي هشيلها في الجيم هتقل، فانا طبيعي ابدا اقلل من 20-30% من الجرعه التدريبيه بتاعتي، سواء في الوقت او الوزن او الكثافه نفسها بتاعت التدريب، من 20-30% عن الوضع الطبيعي قبل كده، عشان ارجع تدريجيا لمستوى اللياقه البدنيه بتاعتي تدريجيا. ما ينفعش ارجع مره واحده انا متوقف بقى 4-5 شهور وكنت بشيل اوزان معينه فاحاول اشيلها، ممكن اتصاب، ممكن يحصل مشكله، مش هقدر لان الطبيعي حصل نزول في ده. فمش مهم جدا ان احنا نبتدي نرجع لمستوى اللياقه البدنيه بشكل سريع، ده ما هو الصحيح ابدا. المهم جدا احنا نرجع تدريجيا عشان نوصل لمستوى عالي من اللياقه البدنيه، نهتم بكل عناصر اللياقه البدنيه. طالما انا هروح الجيم مهم جدا اهتم، ابتدي اشتغل على التمرينات القلبيه، على التريدميل المشايه او البايكس العجله او الكروس تريننج او الليبتيكال زي ما بنقول. كل الحاجات دي هتساعدني ان انا اعلي مستوى ضربات القلب، هتساعدني ان انا اعلي كفاءه القلب والرئتين. وبالاضافه الى ابدا انمي القوه العضليه عن طريق التدريب بالاثقال او حمل الاوزان زي احنا ما بنقول يعني. بالاضافه للتمرينات السويد اللي بنعملها للبطن والقطنيه والرجلين وكل العضلات الخاصه بعضلات الجسم.
مهم جدا نرجع تدريجي. اللياقه البدنيه هي مجموعه عناصر مش متمثله في عنصر واحد، علشان كده لازم نهتم بكل العناصر اللياقه البدنيه في الجيم، والميكس ما بين الحاجات دي كلها هيطلع لنا نتيجه افضل وجسم شكله احلى وصحه. احنا اساس الرياضه احنا بنتمرن علشان الصحه العامه قبل اي شيء. يا رب اكون فدتكم ووضحت لكم بشكل عام يعني ايه اللياقه البدنيه، واشوفكم في حلقات تانيه كتيره. اهلا بكم مره تانية ونكمل معاكم جولتنا وتقارير العالم هذا الصباح. وبدا بالفعل موسم حصاد البلح بقريه منشاه دهشور بمحافظه الجيزه، وبيستمر لمده شهرين، ويقوم اهل قريه المليوني نخله بحصاد البلح بمختلف انواعه بعد تمام نضجه لتجهيزه وطرحه بالاسواق. نشوف تقرير عن حصاد البلح. على مدار نحو 60 يوما يبدأ موسم حصاد البلح بقرية منشأة دهشور بمحافظة الجيزة. أهالي القرية يبدأون كل يوم موسم الحصاد وعلامات السعادة لا تفارق وجوههم. يعتبر حصاد البلح أو موسم حصاد البلح موسم مهم جدا، وكرنفال وعيد سنوي للسكان المحليين هنا في دهشور. احنا عندنا الموسم نفسه بدايته بيبدأ بداية سبتمبر كل سنة، بينتهي في منتصف اكتوبر. عندنا يعتبر المنطقة مشهورة بثلاث أنواع رئيسيين عندنا، النوع المهات اللي هو الفريش، والنوع الحياني اللي هو الزغلول الأحمر ده، بس ده النوع بيرطب ومميز جدا، وعندنا النوع الاقتصادي النوع السيوي اللي بتكبس تعمل عجوة. يمكن هنا تشتهر المنطقة دهشور اللي تبع لمدينة البدرشين، بننتج كمدينة البدرشين كمية كبيرة من عندنا وفرة وكمية كبيرة من الإنتاج، ما يقرب من تلت إنتاج مصر من التمور، بس مش واخدين شهرة كبيرة زي بقية المحافظات التانية، عشان بقية المحافظات التانية عندها أزيد من 10 أنواع، إنما إحنا عندنا حوالي 3 أنواع بس وفرة كبيرة من الإنتاج، بننتج ما يقرب زي ما قلت من تلت إنتاج مصر من التمور. عملية الحصاد التي غالبا يشارك فيها كل أفراد الأسرة تبدأ مع شروق الشمس يوميا وتستمر حتى غروبها، كما يتم تقسيم محصول البلح إلى ثلاث فئات: الأولى بلح طازج يتم طرحه في الأسواق، والثانية هي عملية تجفيف البلح ومن ثم تحويله إلى تمر، أما الفئة الثالثة والأخيرة هي تحويل البلح إلى غذاء للحيوانات. كما يحرص أهالي القرية أيضا على إعادة تدوير مخلفات النخيل واستخدامها في صناعة مشغولات يدوية تجذب السائحين. مع بداية شهر سبتمبر من كل عام يبدأ موسم الخير على أهالي قرية منشأة دهشور التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وهو موسم حصاد البلح عيدهم السنوي الذي يستمر حتى أواخر شهر أكتوبر. يحصد خلاله المزارعون إنتاج البلح استعدادا لطرحه في الأسواق، ومن ثم استغلال مشتقات النخيل في إنتاج عدد من المشغولات اليدوية. علي فتحي، النيل. في ليبيا تتعالى الأصوات المطالبة بإنشاء آلية مستقلة للإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، وإشراك ممثلي الأهالي المتضررين في هذه الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل. تتعالى الأصوات المطالبة بإنشاء آلية مستقلة من أجل الإشراف على إعادة الإعمار في الشرق الليبي، وإشراك ممثلي الأهالي المتضررين في تلك الآلية لضمان تلبية احتياجاتهم واحترام حقوقهم بالكامل. أصحاب هذه الأصوات يرون أن حجم الكارثة والادعاءات المنتشرة على نطاق واسع بشأن الفساد والإهمال وعجز الحكومة وغياب المساءلة، كلها أمور تتطلب آلية تحقيق مستقلة وشفافة. بعثة الأمم المتحدة طالبت بإنشاء تلك الآلية المستقلة لإعادة الإعمار، حيث دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في بروكسل إلى حسن إدارة أموال الإعمار من خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية
كما طالب بيان صدر عن الفريق المعني بالقانون الإنساني الدولي المنبثق عن مؤتمر برلين الذي يضم هولندا وسويسرا والأمم المتحدة بضرورة تمكين الجهات الإنسانية من العمل بطريقة ناجعة زمنيا ومستقلة. من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة أن الليبيين يحتاجون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين. وقال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إن عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا ما تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل. لكن الحديث عن إعادة الإعمار ما زال مبكرا في ظل استمرار الجهود لانتشال ما تبقى من جثث عالقة تحت الأنقاض، إذ تواصل فرق الإنقاذ المتبقية البحث عن بقايا آلاف المفقودين في فيضانات درنة، كما لا تزال عمليات التنظيف ورفع آثار الدمار مستمرة من جانب المسؤولين والمواطنين على حد سواء بعد مرور أسبوعين على كارثة الفيضانات التي دمرت المدينة. وأعلنت الحكومة المعينة من قبل البرلمان أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تعويض المتضررين من الفيضانات، وقالت إن نماذج إحصاء الأضرار سلمت إلى رئيس اللجنة المكلفة بذلك الملف، وفي المقابل تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضررة، وسيتم منح 100,000 دينار ليبي أي ما يوازي 19,000 يورو للسكان الذين دمرت الفيضانات منازلهم بالكامل. أما الذين دمرت منازلهم جزئيا فسيحصلون على 50,000 دينار، في حين جرى تخصيص 20,000 دينار للسكان الذين فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه. افتتحت معلمة فلسطينية في غزة روضة أطفال إلكترونية لخدمة الأسر منخفضة الدخل، وتضم هذه الروضة 300 طفل ويقبل عليها الكثير من المواطنين في غزة. نشوف تقرير في تفاصيل أكثر. اليوم إيش بدنا نكتب مع ماما؟ حرف إيش بدنا نكتب؟ بهدف خدمة الأطفال الذين لا تستطيع أسرهم تحمل تكاليف التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة باهظة الثمن، أقدمت المعلمة الفلسطينية ختام أبو عوض لفتح روضة أطفال إلكترونية لخدمة الأسر منخفضة الدخل. ختام التي عملت لمدة 13 عاما معلمة في رياض الأطفال تقدم الآن دروسا إلكترونية لحوالي 300 طفل في جميع أنحاء قطاع غزة، والذين يستخدمون الهواتف المحمولة الخاصة بآبائهم لحضور جلسات التعلم. كما امتد المشروع ليضم 4 أطفال فلسطينيين يعيشون في الأردن والكويت ومصر وبلجيكا. كل ما يخص المواد التعليمية موجودة عندي في ملف الأنشطة. عندنا الكتب التعليمية للأطفال، هو المنهاج الفلسطيني المتعارف عنه، منهاج فلسطين رياض الأطفال. وعندنا الوسائل التعليمية والقصص، عندنا اللي هو البابلز الدمى، هو أكثر إشي بيحبوه الأطفال، هي كيف توصل الفكرة والمعلومة للأطفال عن طريق مسرح الدمى. الأمم المتحدة نقلت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة في غزة الذي يبلغ 46.6% يعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم، ولا يزال أعلى بين الشباب، ويحتاج 1,300,000 شخص في القطاع إلى مساعدات غذائية. يوفر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خدمة جديدة للمسافرين المتعبين، حيث أصبح يمكنهم الآن أخذ قسط من الراحة في كبسولات للنوم بينما ينتظرون رحلاتهم. الكبسولات مجهزة بالشكل الذي يضمن للمسافرين إقامة مريحة، بينما تطمح الشركة المسؤولة عن تلك الكبسولات لتوسيع هذه الخدمة لتشمل الشواطئ والجزر المعزولة وخدمة تقديم الطعام خلال موسمي الحج والعمرة.
قامت دراسة علمية أن الكميات الذائبة من الأنهار الجليدية السويسرية خلال العامين الماضيين توازي تلك المسجلة على مدى 3 عقود. نشوف تقرير. تحت تأثير عوامل جوية قصوى فاقمها تغير المناخي، كشفت دراسة علمية نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية أن الكميات الذائبة من الأنهار الجليدية السويسرية خلال السنتين الماضيتين توازي تلك المسجلة على مدى 3 عقود بين عام 1960 وعام 1990. وأدت الثلوج القليلة في الشتاء ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية في الصيف إلى تراجع حجم هذه الروائع الطبيعية المعرضة للخطر بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023، وفق ما يشير فريق الخبراء المسؤولين عن دراسة الغلاف الجليدي في الأكاديمية السويسرية للعلوم الطبيعية. وتشهد هذه المواقع الطبيعية ظواهر قصوى تتوالى فصولها وتتشابه سنة بعد أخرى، فبعد خسارة 6% من حجمها في عام 2022 وهو عام قياسي، ذابت الأنهار الجليدية السويسرية بنسبة 4% أخرى هذا العام في ثاني أكبر انخفاض منذ بدء القياسات. وأثر الذوبان في كامل الدولة الواقعة في جبال الألب التي تعتبر برج المياه في أوروبا بفضل أنهارها الجليدية البالغ عددها 1400 نهر، والتي تغذي عددا لا يحصى من البحيرات والأنهار والجداول. التقت كيت ميدلتون أميرة ويلز البريطانية بأطفال ذوي احتياجات خاصة في مركز متخصص في كنت بإنجلترا، وشاركت كيت في صف التنمية الحسية للأطفال الذين يعانون التوحد ومتلازمة داون، وقامت باللعب مع الأطفال والتحدث مع الوالدين. ويقدم فريق كنت بورتج خدمة تعليمية من خلال الزيارة المنزلية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الولادة حتى سن ما قبل المدرسة. بعد نيويورك ولندن وميلانو، انطلق أسبوع الموضة في باريس مسلطا الضوء على الابتكارات الشبابية على ما جرت العادة. وافتتحت البلجيكية ماري آدم لينرت أسبوع عروض الأزياء الخاصة بالملابس الجاهزة للسيدات، وفي موقعها الإلكتروني تقدم مصممة الأزياء التي تشارك للمرة الأولى رسميا في هذا الحدث عملها، بالقول إن الأمر لا يتمثل بابتكار قطع لموسم معين، بل بإحداث مفاجأة وتقديم تصاميم عابرة للزمن وللأجيال. المجموعة الجديدة تعتمد على اللون الأزرق المستوحى من المحيط تكريسا لمفهوم حماية الكوكب، حيث قدمت العارضات فساتين بإحدى درجات اللون الأزرق على منصة عرض زرقاء داكنة. سيشهد أسبوع باريس للموضة الذي ينتهي في 3 أكتوبر 67 عرض أزياء لأكثر من 100 مصمم، منهم علامة تجارية شهيرة وعشرات المصممين العالميين الجدد.
تحلق نسران في السماء بعد إنقاذهما في بوليفيا، وتم إنقاذ لونا وروكي أسماء النسران في منطقة شبه منزوعة الغابات في غوارافوس سانتا كروز في عام 2018. ومنذ ذلك الحين تم الاعتناء بهما في مركز رعاية الحيوانات البرية كجزء من برنامج تدريبي لإعادة تأهيل النسور الخائفة، وقد تم إطلاق سراح النسرين مع جهاز مراقبة عبر الأقمار الصناعية لتتبع طرق الهجرة، هجرة النسور وسلوكها في البرية لمدة عامين. دي كانت نهاية جولتنا مع تقارير المراسلين وأخبار العالم هذا الصباح. خليكم معانا، موجز الأخبار على رأس الساعة مع الزميلة شروات حمدي، من بعدها هيكون معانا أول حواراتنا في هذا الصباح مع الزميل محمد البولك. خليكم.